ريفود جديد حملات شبابية تطوعية تمضي قدما لتحقيق الشراكة مع المؤسسات الحكومية والأهلية ليكون للأغذية والطعام نصيب من اهتمام فئة تسهم في تنمية مجتمع. مشروع ريفود هو مشروع الهدف منه الحد من الهدر في قطاع المواد الغذائية الموجودة بالكويت. اجتمعنا مع الأستاذة مها وأعضاء المجلس البلدي والرئيس على أساس أن هم يتعاونون معنا في قضية التخفيف من الهدر. احنا حاليا شغالين صار لنا 4 سنوات، واليوم الاجتماع صراحة عطانا حماس أكثر وأكثر أن احنا نكمل ونستمر في العمل اللي احنا قاعدين نقوم فيه. استثمار الفائض من الأطعمة وتوزيعها خطوة من شأنها تقليل مخلفات ذات أضرار بيئية ونفايات بأضرار صحية. احنا في طور التعاون مع أعضاء المجلس البلدي وعقب اجتماعنا مع رئيس المجلس البلدي وأعضائه راح تكون إن شاء الله ثمرة تعاوننا في أن احنا تدعمنا مؤسسات الدولة في كل الإمكانيات اللي ممكن أن تخفف النفايات على دولة الكويت وأن تحقق التنمية المستدامة. احنا رؤية الفريق أن نأخذ الغذاء من الموردين ومن الشركات المتخصصة بالمواد الغذائية، ومن ثم إذا كان فيها صلاحية ممكن تستفيد منها الأسر المحتاجة. لجنة البيئة في المجلس البلدي استمعت لأفكار عدد من المتطوعات، عرضنا رؤية حملة بيئية صحية ذات أهداف إنسانية لفائض أطعمة وغذاء. أحمد المسعودي لتلفزيون المجلس.